ما صحة القول بأنه يجوز جمع 4 ركعات في السنة القبلية للظهر بسلام واحد؟ نعم، هذا قال به الفقهاء، قال به جماعة من الفقهاء لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، فمفهوم صلاة النهار ليست كذلك، فيصلي بأربع مثل الظهر، مثل صلاة الظهر لمفهوم الحديث. لكن في بعض روايات الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، على هذه الرواية أنه ما يصلي 4 في النهار بسلام واحد، على أنه نافلة.